في أي لقاء أو حوار مع الدكتورة غادة والي بتشعر عادة أن الكلام بيكون من القلب، إنساني وتلقائي وبدون ترتيب، ودايماً في الحديث معاها هتلاقي مصر موجودة في كل جملة مفيدة، سواء كنا بنتكلم عن موضوعها المفضل الشباب والمستقبل، أو التنمية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، أو حتى عن دورها الدولي المهم اللي بتقوم بيه حالياً من خلال منصبها كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة ومدير للمكتب التنفيذي لمكافحة المخدرات والجريمة. دكتورة غادة مش بس وجه عالمي مشرف للمرأة المصرية، هي نموذج الاجتهاد والعلم والثقافة والانتماء، بتفخر دايماً بمصريتها، وكنت سعيدة لما اكتشفت كمان إنها عاشقة للتاريخ وللثقافة والفن المصري، وبتؤمن إنهم من أهم عوامل حماية الهوية والشخصية المصرية. عن الحلم المصري، الشباب والمستقبل، عن مصر إلى أين في عام 2022 والأعوام القادمة، عن منصبها الحالي في الأمم المتحدة، حديثنا اليوم من مصر مع الدكتورة غادة والي.